أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن فلها زكريا كلما دخل عليها زكريا
قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب فنادته الملائكة أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أن قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام
واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق الله العظيم.